السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواني الكرام، معكم أخوكم عيسى من قناة إيساند أدفنتشرز. الناس اللي حاب تستخدم أي جهاز من أجهزة كشف المعادن أسفل الماء، سواء في البحر، في الأنهار، في الوديان، راح تواجهك مشكلة عند استخدامك للسماعة الرأسية. مثلا لو أخذنا على سبيل المثال السماعة الخاصة بجهاز المايلاب منتيكور، شوفوا طول الكيبل اللي معاي، شايفين إخواني الكرام، هذا الكيبل راح يسبب لك إزعاج وانت تبحث في البحر، خلونا نقول راح يلتف على رقبتك ولا على يدك ولا على رجلك، راح يتعبك في حالة انك ما ثبتته على الجهاز بالشكل اللي راح اعمله امامكم. اذا تركت الكيبل بهذه الطريقة بدون ما تعمل هذا الاجراء راح تتعذب كثير وانت تبحث اسفل الماء، فهذا الشيء راح يسبب لك ازعاج، ما راح تبحث وانت مرتاح. وانا جبت لكم ان شاء الله الطريقة المناسبة، راح نتبع الخطوات حاليا. عندنا هذا اللاصق الخاص بالكهرباء باللون الاسود حسب لون الرود اللي معاك، ما يفضل انك تحط الوان ثانية لجل ما يشوه معاك الجهاز. راح نشوف وياكم الخطوات. راح ناخذ 3 قطع من هذا اللاصق، وتقدر تاخذ كذلك 4 قطع لو حبيت حسب رغبتك. يعني اهم حاجة ان نقوم بهذا الاجراء ونثبت اللاصق مع الكيبل على الرود الخاص بالجهاز لجل يصير معنا اريحية اكثر واحنا نقوم بالبحث. راح نقوم تثبيته على الرود الخاص بالجهاز. شوفوا معي إخواني الكرام، هذه المنطقة الأولى راح نقوم بتثبيته بهذه الطريقة. ثبتناه بهذا الشكل، وراح نثبت المنطقة الثانية. شد شوي على الكيبل، صار معانا بهذا الشكل، وراح نثبت المنطقة الثالثة كذلك. حاليا ثبتنا الكيبل الخاص بالسماعة بهذا الشكل، شايفين معي إخواني الكرام كيف صار شكل الكيبل وهو مثبت على الجهاز، صار وضعه أفضل. بهذه الحالة لما تبحث شوف الكيبل جاي من الأخير، يعني جاي من الأخير في الجهاز، فلما تبحث ما راح يصير عندك هناك أي مضايقة من الكيبل نفسه، بينما لو تركته مفتوح وما قمت بتثبيته راح يتحرك عندك من هذه المنطقة وراح يضايقك، راح يتحرك الكيبل على راسك، على كتفك، على رجلك، راح يضايقك لأن الكيبل حجمه أو طوله عفوا ما يقل عن متر إلى متر وأكثر، يعني متر ونص خلونا نقول، فهذا راح يزعجك وأنت تبحث. من الضروري أنك تقوم بهذه الخطوة، يكون شغل احترافي. حبيت تزيد مثل ما قلت لكم المناطق اللي تحب انك تحط اللاصق عليها ما عندك اي مشكلة، هذا هو الاجراء الافضل عند استخدامك للسماعة الرأسية اسفل الماء. هذا المحتوى البسيط حبيت اشارككم فيه اخواني الكرام، اتمنى انه ينال على ارضاكم واستحسانكم. نلقاكم في محتويات قريبة قادمة باذن الله تعالى، الى ذلك الوقت نترككم في حفظ الله ورعايته ودمتم سالمين.